السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في مكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي حد ولد عبدون بخريبكة، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية هاد الخيرات تنوريو الرجالية المغربية والناس مولين المدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. أيا رجال بنات ولاد بتاريخ 21/1/2024 الثور الجزائري، نشوفوا الأثمنة. مرحبا بتوعنا هنايا في حد ولاد عبدون بخريبكة، خيرات موجودة. شحالتي عبرينا هذا ب 14100 اليوم؟ ها تصوري وعبرينا ب 14100. يلا سير يلا. ب 14100 بغا يبيعوا لك مولاه. مولاه راه قال يا خو ب 14100. ومولاه هذا غير كساب ما تيعرفش لهذا الشيء، ما يعرفش اللحم. الخير موجود، جميع السلع موجودة. هذه مرات 1300 سويله هذاك الزار في 14 عبري تعبرنا له مره ثانيه. انت شحال تبيع فيه؟ انت شحال تبيع فيه؟ الله يهدي. انت تبيع فيه ب 1400 باغي تعبر ب 1400. اها اها فعلا السلعه موجوده والله ما فايت 13 وشويه حتى 14 كاع. اغلى جلتي تقام ب 14 اغلى حد ولاد عبدون بخريبكة. سي الله يهديك. ب 14 اسي والله ما فايته. نلعبك انا بالله. اش قلت يا مصطفى؟ والله ما فايت 14. وقال ب 14. نلعبك انا على اليقين. مليح تيقول لك مليح ب 14. مليح ب 14 وقال ب 14 سي سعيد. سيبر نلعبوا في البيت. انا حليفيه كنشرب كارب صافي طول. سند. فعلا تيقول لنا مصطفى راه قال ب 14 و 14 في المليح. 14 في المليح. هاد الخيرات كما تتشوفوا موجودة في حد ولاد عبدون بخريبكة. تنوريو هاد الخيرات لجميع المشاهدين. خير موجود تاع نهار الجمعة وناس تمشيش نهار الجمعة القرب. شلنا بقرب 1350 1300 والله العظيم إلى 624 ولا 22 تقام 13 مرة 40 ولا شحال. في أخويا شي 472 ولا 74 هوكا ب 622. هاد الخيرات في حد ولاد عبدون بخريبكة الخيرات موجودة جميع الألوان كاينة تاعت البقر جميع الألوان. تنقولوها لجميع المشاهدين الأحباب تونا في المكان وأهلا بكم جميعا. الخيرات موجودة راه 1300 ولتحت ولا 1300 والفوق في البقر المليح كاين الخير موجود في حد ولاد عبدون بخريبكة كما تشوفوا معنا. تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيت المرجان. الحمراء 1300 و 1300 وشوية باش كاين اللحم في السوق الأسبوعي حد ولاد عبدون بخريبكة. هاد الخيرات في السوق الأسبوعي بحد ولاد عبدون بخريبكة. وراك تاع زيزنتيني. شحال هاد؟ 880 440 الواحد. سلح الحر موجود. اي طلب مولا ياك النمرة حطيناها. في الصطاد. في الغابة تاعت. هادشي مدرجل. وهادشي اللي شت انا. يا كلتي انت. وانا راه باقي ناكل فيه الاهل. خلاص. واسي حنا مشينا حتى للزريبه السلعه زينه تبيعوا للسي محمد تمام كيفاش ما انتش عطيتيه 70 صافي ابيعوا من السي محمد ب 70 ناس سيروا خليك تابعوا الساير وحنا بغيناكم تبيعوا نبيعوا ب 80 نعيطوا واش محمد صادق 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 سير سير
سير دابا الراس ما شفاو يديروا. سير سير خرجوا مني سير. راه من الصباح وقلت شي وحنا وقفنا حنايا زعما. بالفلوس. 44 ألف تاع الدرهم. اش دار الحاجة ديال مالك؟ 640 ها؟ 640 فيتين 70 دار. كثر. كثر. 16 فابور يا أمس. واليوم مالو كاين الغلاء عندكم؟ والله تا غالي السوق. وخا السلعة موجودة. هاد الخيرات في السوق الأسبوعي بحد ولاد عبدون بخريبكا. الدوسة 84 و80 44 ألف تاع الدرهم. الخير موجود، البقر موجود، الحيط موجود، شراو البقع وشرايا، شراو الكزارة، الخير موجود. كان اللي ردوا في الثمن لحد باقي الأذان ما أذنش تاع الفجر، والخير موجود. قاعدة يا فايدة. 74 300 74 السلعة كثيرة كاينة وتيقول كاين اللي كانوا يتسابقوا البقع وشرايا الصباح والكزارة. هو باقي الأذان ما أذنش. السلعة كثيرة، كاين السلعة موجودة في حد ولاد عبدون بخريبكا، الخير موجود. الناس يزيدون تدير بخير وبي بخير ها ومولف تبيع تقبلهم هناك هنا راه شارين الغلاز عافي ولا اي راه القاد جا راجع شويه بلا راجع اي راجع الفلوس ما كاينش الله يحسن العون هاد الراجل غير كساب هنايا في حد ولاد عبدو بخريم كاع نعرفوه من زمان صاحبنا تاوت الحاج الهاشمي تيقول 640 32 الف تاع الدرهم ياك اس محمد يقول بزاف جيو الخريف ديال ولد عبدو راه الثمن هبل شحال الثمن تقريبا 1500 ولتحت 1500 1500 ولتحت فرا 1500 ولتحت انت شنو الهضره تقول 1500 ولتحت ها هو اللي بغى 13000 فعلا فعلا هاد الجامات السوق راجع ما كذبش راه بو تيبيع وشري في الثور وكان قزار وكان يبيع وشري في الثور القزاري وتا تا بوك تا باع وشري معانا والله يهديكم الهضره صحيحه 1300 قلتي 65 درهم هاد العرض شحال 65 درهم هاد العرض تيقول لنا 65 درهم لا ولد الشرقي عبد الرحمن ولا صالح ولا ولد الحاج الهاشمي الخيرات موجوده في حد ولاد عبدون بخريبكا لا كان السوق اغلى سوق غادي يكون ب 70 درهم بزاف ما كاينش 70 درهم اصاحبي الماركه في الماركه سي محمد في الماركه بلجيكي 1360 1380 عندنا بخريبكا الله يرضي عليك هادشي اللي كاين كما تسمعوا هذا الرجل اش قال لنا راه تيبيع وشري في الثور الكزاري هاد الخيرات تنوريوها للجميع مش وهذا اللي مدور زوين 540 ولا وسيم ولا وسيم تيقول 540 والنفرخ رجالي كما تشوفوا عن قرق الكرش ما عندوش هاد خيرات تنوريوها لجميع المشاهدين اش كاينه انت جيت ديال مشروك هنا لا هذا بوه تيخدم جمال هنا في السوق الاسبوعي بحد ولاد عبدون بخريبكا الله يسهل شحال الباترول؟ 540 540 ورشيد 27000 تاع الدرهم الله يحفظك يا ودي ياسين اش كاين؟ خيرات موجودة في حد ولاد عبدون بخريبكا اليوم السلعة تنقولوا الحباب تونا في المكان موجودة السلعة موجودة شحال الثمن؟ الثمن الزيتونين اشكرت يا سي احمد الثمن هو الزيتونين الله واه سي احمد كي داير سي احمد بخير ناشط غبور هادي يا سي احمد موجود ياك بخير وفينا السي مصطفى الزيتونين كي داير قال لي السوق راجع السي مصطفى نهار الجمعة ونهار السبت كنطلبوا فيه 540 شحال هو قول لي شحال طلبوا فيه؟ قول الجملين وكاع 140000 هذا كرش بلا طلوع هذاك الخير موجود في حد ولاد عبدون تنوريوها لجميع مشاهدي قناة الزيتون المرجان والحباب تون تبارك الله على محمد وما مولفش تبقى حتى لهذا الوقت وشحال اخويا هذا؟
440 اللي بغيتي فيه وبقى عندك 440 درك شحال محرسك رشيد اوليدي محمد.